المخرج الوحيد أن تجرى الانتخابات فورا. العوار الدستوري متعلق بمادة 3 بنظام التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان. فورا اعملوا ده عن طريق ضم الدوائر. وده يعني برضو من ضمن الكلام اللي اتقال, وفي استسهال من لجنة الإصلاح الدستوري, وأنا قلت الكلام ده, أنه في هنا عوار دستوري ان الدايره ديت ممثله مثلا ممثله باثنين ومفروض كانت تمثل بثلاثه, اديها عضو ودي اديها عضو, ويخلوا المجلس ده 650 عضو. ده احنا كنا 50 ومش عارفين نتكلم, كنا 50 في لجنه ال 50, وبالعافيه عقبال ما انجزنا الدستور في 3 شهور. فده اللي انا بقوله, استسهال برضو حكايه زياده الاعضاء ده مش ذات جدوى. الحقيقه هي ضم الدوائر. في مشروع كويس جدا مقدمه حزب النور على ازاي تضم الدوائر, اطلعت على بعضه كده النهارده لقيته واخد نظام علمي محترم. في دايره هنا يساوي العضو يساوي 70,000, ودايره جنبها يساوي 170 عضو 170,000. ضم الدايرتين وخليهم اتنين, فدي بالبلدي كده دي هتضرب في دي ونخلص. حتى لو ويرد عليا من لجنه الاصلاح الدستوري يقول لي بس في التقسيم الاداري في بعض البلاد في حساسيات, لو ضميت هيحصل وما يحصلش. بقول لهم ده في كام دايره, في دايره في اتنين في ثلاثه, ابقوا زودوا لهم دول. لكن لازم تنتصروا لضم الدوائر لبعضها وسريعا, والحكايه دي كلها ما تاخدش 3 ايام. اجري الانتخابات فورا, نحن مقدمين على مسائل مصيريه تتعلق بمصير الوطن, ذهاب أولادنا إلى الجبهة إلى خارج الحدود. ده مش قرار مفروض معلق في رقبة الرئيس. ليه عايزين الرئيس ياخد هذا القرار نيابة عن الأمة ويبقى معلق في رقبته هذا القرار؟ ما تخلوا فيه ناس تبقى نواب عن الشعب تشترك معاه في المسؤولية عشان ما يتحملش كل المسؤولية لوحده.